بداية نرحب بكم أجمل ترحيب، وطبعا عندنا عتب كلش كبير على الحكومات المركزية وعلى وزارة الشباب وعلى كل مسؤول عن الرياضة العراقية. يعني فريق ومنتخب عراقي متأهل كأس عالم، ما حد يقول له الله يساعدك وما حد يقول له مبروك؟ ليش يجي؟ احنا مو عراقيين مثلا؟ أنا مثلا أمثل بيت أهلي لو جاي أمثل العراق، المفروض استقبالي يليق بينا فد معسكرات مكانات تأهيلية. هسه بعد انه ما بقى لنا شيء الا 3 اشهر اذا تحسب لها، ولحد الان احنا ما عندنا ذاك الاستعداد. خلي اسالك سؤال، خلي اقعد لك قاعده. اريد احكيك بالقضيه الجنبه الماليه. تجيني مثلا مصرف جيب، المكافآت الماليه، هذه هسه بعيدا عن التكريم المسؤول والحكوميين والحكومه عفوا، هي لائقه فائدتكم على الجنبه الماديه، على مفردكم حياه كريمه مثل ما يقولون؟ طبعا هسه احنا لا معسكرات دخلنا هاي البطوله السابقه اللي فاتت، لا معسكرات، لا مصرف جيب، لا اي شيء متوفر. يعني بالنسبه لي هسه انا اخذ 300,000، يعني كارثه هاي. راتب شهري؟ لاعب منتخب ياخذ 300,000؟ لا مصرف جيب، لا مثلا نقل داخلي، لا خارج. يعني 300,000 راتب شهري هذا؟ راتب شهري طبعا، وهمين يستقطعون منه يمكن 3,000. لاعب منتخب وطني متأهل لكأس العالم ياخذ 300,000 بالشهر. 300,000 بالشهر فد مأساة والله، يعني بحيث ما اعرف هسه واحد من يحكي دور يقرب نفسه بالزايد بحيث يظل هيك افضل. مأساة. اريد هذا الامر ما يأثر عليكم، انتم تمثلون البلد، اريد منك رسالة لاخوانك اللاعبين انه انتم مقبلين على كأس العالم. لا ان شاء الله احنا قد المسؤوليه وهاي الامور ما تمنع، واحنا مثل ما البطوله السابقه وصارت تصفيات ان شاء الله بكاس العالم نكون همين اكثر واكثر تاهل ان شاء الله بعون الله.